هذه المحمية هي المحمية الوحيدة من في الصعيد من بني سويف لأسوان، وتمثل بيئة الصحراء الشرقية، وتوجد بها تنوع بيولوجي كثير. فيها 6 أنواع من الثدييات: الغزال المصري والضباع، ونوع من الزال والنقار، والأرانب، وهي نوع من القوارض والثعالب. موجود فيها 15 نوع من الزواحف، ثعابين وصحراء غير ذلك. موجود 89 نوع من الطيور، و66 نوع من النباتات البرية اللي هي أغلبها ليها فوائد طبية. وهذه المحمية تعتبر هي المحمية الوحيدة على مستوى المحميات المصرية التي تمثل كمحطة لتربية وإكثار الأنواع المهدرة بخطر الانقراض في بيئة الصحراء الشرقية أو الصحاري المصرية. المحمية طبعا لها أهداف كثير وبرامج كثيرة، منها إكثار الغزال المصري وهو من أنواع المهددة بخطر الانقراض، وإكثار سلالة النحل البلدي المصري وهي سلالة نادرة موجودة من أيام الفراعنة، كانت موجودة على الجدران والنقوشات الموجودة على جدران المعابد أيام الفراعنة. هذه السلالة توليها اهتمام المحمية، وكثير من الباحثين على مستوى العالم والجامعات المصرية يجروا أبحاث على هذه السلالة المصرية النادرة. كذلك يوجد في المحمية إكثار النباتات البرية اللي هي فوائد طبية أو تدخل في الاستخدامات الطبية زي العرق السوس وزي نبات المغات والحنة وإلى غير ذلك، النباتات شائعة للاستخدام. المحمية برضو لها برامج كثيرة للحفاظ على التنوع البيولوجي، سواء نبات سواء طيور سواء حيوانات. يوجد بها برج للحمام البري أو الجبلي الموجود في الصحاري المصرية وكثير من الأنشطة. المشكلة التي تعوق العمل بالمحمية وهي مشكلة التعديات على أراضي المحمية، ومن أخطر المشاكل وخصوصا محجر يوجد خلف المبنى العلمي والإداري للمحمية، وهو قام به أحد المتعدين بعد قيام الثورة، هو محمود حسين أحمد الحلحل من قرية بصرة مركز الفتح، وتم تحرير أكثر من 12 محضر له، ووصل عمق الحفر إلى 25 متر ومساحة تقريبا 60 فدان خلف المبنى العلمي والإداري مباشرة للمحمية، مما يهدد المبنى العلمي والإداري بتاع المحمية ويهدد كل العمل بالمحمية، وهو يعمل ليل ونهار، حتى أن أغلب الحياة البرية والحيوانات بسبب الضديد بدأت تهجر المكان وتفر إلى الصحاري وإلى الوديان المجاورة للمحمية. يوجد في المحمية برضه محجر من أيام الإنجليز، وهو محجر أثري له أكثر من 100 سنة، وبيوجد بجوارها قضبان سكة حديد كانت تصل بين المحمية وبين نهر النيل، فكان ياخذوا منها الأحجار في صنادل في نهر النيل، بيتم عمل القناطر والأشياء الموجودة على نهر النيل من هذا المحجر الأثري. لأن قرار السيد رئيس الجمهورية الأخير اللي هو بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، المنطقة اللي احنا واقفين فيها دي هي منطقة المحمية الوادي الأسيوطي، وتمثل مساحة 8000 فدان. كان عليها تعديات من المواطنين حوالي 124 قرار، فكانت دي من ضمن أملاكنا اللي لازم يتم إزالتها. تم بالفعل إزالة 138 قرار بحوالي 17000 متر مربع مباني وحوالي 500 فدان. تمام. العجلات اللي تم ازالتها هي عباره عن اسوار واحواش موجوده في المحميات، واماكن لماكينات الري والزراعه، وتم ازاله كافه التعديات. واستلم الاستاذ ابراهيم مدير المحميه جميع الاراضي اللي تم ازالتها، استلمها بمحضر في مركز الشرطه، وحاليا يبسط يده على كافه الاراضي الموجوده داخل المحميه. الله يحفظك. ده هو يعني السلاله دي مستانسه من ايام الفراعنه، اللي هو العسل او سلاله النحل المصري. تمام. وجبناه على اساس مربيه ان هو في الخلايا الخشب دي، لان كان في الاول في الخلايا اللي هي الطينيه اللي هي قدام دي، فكان لا يمكن فحصها. فلما جات الفروه سنه 86 قضت على المناحل البلدي بطريقه فظيعه، لان ما حدش كان بيفحصها، ما بتتفحص الخلايا البلدي. طورناها وحطيناها في صناديق خشبيه زي اللي حضرتك شايفها دي، بحيث يمكن فحصها ونقدر نحدد الحاجه اللي فيها او نسب الاصابه، ونحافظ على النوع اللي هو اوشك على الانقراض او السلاله اللي كانت هتقضى عليها في الثمانينات والتسعينات. وفعلا قضت على المناحل البلديه خالص اللي هي الفروه اللي شغاله دي. لما استأنسناها احنا وخدناها ربناها في خلايا بلدي، في خلايا خشب،
بقينا نقدر نفحصها نعرف ايه نوعيات الامراض اللي فيها نعالجها بتاع لغايه ما بنحاول ننمي السلاله ثاني ونرجعها بحيث نكترها في نعمل لها تكاثر في المنطقه اللي احنا فيها.